شاء الله هنعمل مع بعض الحليب المحلى المكثف بمكونين اتنين بس وبدون حليب بودر. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحليب المحلى المكثف، هنعمله بمكونين اتنين وبدون حليب بودر. المكونات اللي معايا كوبايتين لبن حليب، كوباية سكر، كمية السكر نص كمية اللبن. لو هتستخدموا 4 كوبايات لبن هتستخدموا قصادهم كوبايتين سكر. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب حلة وهنزل فيها كوبايتين اللبن، بسم الله، وعليهم كوباية السكر. هقلبهم وهرفع اللبن والسكر على النار. بسم الله. رفعت اللبن والسكر على النار وبقلب باستمرار، مش بسيبه خالص. هفضل اقلب لحد ما اللبن يبتدي يغلي. خلاص اللبن ابتدى يغلي اهو زي ما انتوا شايفين. ههدي عليه النار خالص زي الشمعة وهسيبه على نار هادية وبقلب باستمرار من وقت للتاني لحد ما اللبن يتقل وكميته توصل للنص. هفضل اقلب من وقت للتاني. هياخد حوالي نص ساعة على نار هادية بس مش بسيبه عشان اللبن ما يشيتش. وافضل اقلب لحد ما يتقل معايا ويديني قوام الحليب المكثف. بعد نص ساعة بالظبط على نار هادية مع التقليب المستمر اللبن تقل وكميته وصلت للنص اهو زي ما انتوا شايفين، ولونه بقى لون اللبن المكثف بالظبط. تمام كده. هطفي عليه واسيبه يبرد. كل ما يبرد كل ما هيتقل اكتر. هسيبه يبرد شوية وبعدين هحطه في البولة وهوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي الحليب بعد ما برد خالص، شايفين الجمال، شايفين التقل، ولسه كل ما بيقعد في التلاجة بيتقل اكتر. هتحتفظوا بيه في برطمان محكم الغلق، هيعيش معاكم 15 يوم واكتر كمان. دي كانت اسهل طريقة لعمل الحليب المحلى المكثف. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.